طابت أوقاتكم مشاهدينا من جديد أينما كنتم. تتواصل هذه التغطية التي نبدأها بالأخبار العاجلة نقلا عن مراسل الحدث الذي يشير إلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة من الصواريخ. يأتي ذلك وسط ترقب محفوف بسيناريوهات من التوقع والتكهن، انطلاقا من رجاحة اختيار تل أبيب لتاريخ 7 أكتوبر لتوجيه ضربتها إلى طهران، ليبقى الغموض يلف أين وكيف. واشنطن تعلم بل وتتوسل بالتعويضات والإغراء عسى أن تخفف تل أبيب من ردها وتحسم سجال تنس الطاولة بينها وطهران، ضربة ثم رد ورد ثم ضربة. كل ذلك الترقب لم يخفف من تسارع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فلم تزل سماء ضاحية بيروت تومض قصفا وتدوي أرجاؤها انفجارا. وبصواريخ فادي وصل حزب الله إلى حيفا، ليبقى الوضع يتحدث بلغة النار ولا سواها، ولا أفق يلوح لحل قريب. على ما يبدو هناك غارة الآن حسين، إذا كنتم ترون الصور الآن. الهواء معك كريستيان. هذه هي الغارة الرابعة في أقل من ساعة. نرى ألسنة الدخان تتصاعد والنيران كذلك. لا يمكننا تحديد أين، ربما بمنطقة الحدث. إذن هي الغارة الرابعة التي تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية. معرقة معرقة جبتها؟ لا لا مش فيها مصاري ضروري بدي اجيبها. انت اكيد بهاي الاوضه؟ هوني ايه هوني هوني ما في شيء يا خيي ما في شيء. يلا 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 في حدا هون؟ يا الله يا الله بعد في شيء فوق طابق أو خلاص.
وفي سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو قامت بمهاجمة أهداف وصفها بالإرهابية تخص ركن استخبارات حزب الله في بيروت، شملت وسائل جمع للمعلومات ومقار قيادة بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى. وقال مراسل الحدث إن حزب الله شن هجوما صاروخيا على مدينة حيفا، كما استهدف الهجوم الصاروخي الجليل الأعلى، فيما سمع عدوي انفجارات في طبرية جراء إطلاق صواريخ حزب الله. حزب الله قال من جانبه في بيان له إنه استهدف قاعدة الكرمل جنوب حيفا بصواريخ فادي. كما قال الحزب في بيانه إنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستعمرة يفتح. תראה, פעמים פתוח הכיכר, תראה את הרכבים. שתי הרכבים שלי ושלו אחי בלי חלונות, הכל התדפץ. תראה איפה זה נפל, אחי, פה באמצע הכיכר. תראה את זה. יו, 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 יו. من بيروت ينضم إلي الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور، صباح الخير. المدى الزمني حول ما يدور، لا أحد يعرف هذا المدى ولا أحد يعرف حقيقة الأهداف التي تقول إسرائيل إنها تريد تنفيذها في سبيل إضعاف، هل هو إضعاف أم القضاء على قدرات حزب الله، وهل ذلك من السهل بالصورة التي يرسمها نتنياهو والحزب حتى هذا اليوم قادر على إطلاق صواريخه وإيصالها إلى حيفا، حتى بغض النظر عن النتيجة يعني التي أثرت يعني أو حجم الضرر؟ تماما، نحن لا شك أن الأمور في مسار تصعيدي، هنالك انسداد كامل لأي أفق سياسي لأي تسوية سياسية. كما تفضلتم، ليس واضحا بعد الأهداف الإسرائيلية الكامنة وراء هذه العملية، هي الأهداف المعلنة أم أن هنالك أهداف غير معلنة وراء هذه العملية. هذا من جهة إسرائيل. أما من جهة
حزب الله ما زال مصرا على مبدأ ربط الساحات. سمعنا وزير الخارجية الإيراني منذ يومين في بيروت يربط مرة أخرى وقف إطلاق النار في لبنان بوقف إطلاق النار في غزة. إذن انسداد كامل واللغة للنار. ظهر أن بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب الله على مستوى القيادات على مستوى الانكشاف الأمني، ولكن ما زالت هنالك جهوزية عسكرية ميدانية. هنا السؤال، يعني وأعيدك إلى غزة وإلى حماس الذي قالت إسرائيل أنها أضعفت قدراتها، قضت عليها بإسماعيل هنية وغيره، مسألة الضيف التي لم تؤكد طبعا بشكل رسمي وغيرهم من القيادات. وحتى هذا اليوم قبل قليل نقل مراسلنا عن انطلاق سفارات الإنذار لأن هنالك صواريخ ورشقات قادمة من غزة أطلقتها حماس، وبالتالي فلنقارن. يعني لأن نحن أمام يعني تنظيمات متجذرة وأيضا تستمد قوتها من غياب الأفق السياسي الذي تكلمنا، حينما ليس هنالك أي أفق لحل المسألة الفلسطينية على وجه المثال، مثل لا قبول بحل الدولتين، لا وضوح في مسألة اليوم التالي، من سوف يحكم غزة، كيف سوف تحكم غزة، أي مقاربة جدية حقوق الفلسطينيين. كل هذا يعني هذا الانغلاق الكامل على مستوى الأفق السياسي يشكل الظروف ليس فقط لنشأة تلك التنظيمات إنما لنموها. لذلك لا يمكن بالوسائل العسكرية فقط تحقيق أهداف مثل الأمن والاستقرار وعدم إرسال الصواريخ وحماية المدنيين. هنا أقف معك وضربت لك مثال يعني حتى الآن قدرة حماس، وبالتالي هل يبحث نتنياهو عن نصر نجح فيه وهي مسألة رمزية اغتيال القيادات وغيرت رؤية الشارع ووجدت له دعم أكثر من الهدف الاستراتيجي وهو ما يقوله ويزعمه إيقاف التهديدات من حزب الله؟ هل يتوقع أن يحدث له ذلك أيضا؟ وحتى ليلة الأمس الصواريخ تصل في مدايات بعيدة إلى حيفا. الأمور رهن الميدان، ولكن حينما نستعرض الانتقادات أو النصائح الأمريكية وحتى الغربية لنتنياهو، هم يقولون له أنك يعني تحقق إنجازات تكتيكية، ولكن هل تستطيع حقا أن تحقق الإنجاز الاستراتيجي الذي تسعى إليه؟ هل هنالك من إنجاز استراتيجي في الأفق؟ الأمور غامضة حتى الآن، ولذلك إذا ما أخذنا مثلا في عين الاعتبار الحرب الدائرة اليوم في لبنان وقارناها بحرب 1982 حينما توغلت إسرائيل بريا في لبنان، استطاعت أن تقتلع منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، ولكن هل هذا يعني حقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها إسرائيل؟ عاد وانطلق ذلك الحين حزب الله كمنظمة أو كتنظيم مقاومة، وبالتالي هذا هو السؤال. قد تحقق إسرائيل هذا النوع من الانتصارات التكتيكية اقتلاع هذا التنظيم، علما أن في 82 كانت الكلفة باهظة جدا على مستوى الأرواح المدنية وحتى في صفوف ويبدو أننا اليوم في مسار مشابه. نعم، يعني هنا تقودني إلى فكرة اليوم التالي. هل هو يوم التالي في لبنان معروف من قبل إسرائيل؟ يعني هنالك واضحة لا تريد حماس أن تحكم، واحتلت حتى المعابر وقالت أنها لا تريد لا فتح ستان ولا حمستان. فماذا في ميل حزب الله؟ يعني هل بالإمكان أن يكون هكذا بضربة لازب كما يقولون غير موجود في مشهد لبنان بعد كل هذه السنوات وكل هذه الإمبراطورية الاقتصادية والأمنية والسياسية؟
هم يقولون أن الهدف حينما أضافوا الهدف الرابع للعملية العسكرية تحقيق أو تمكين سكان الشرير من العودة إلى ديارهم، ولكن من ناحية أخرى يتكلمون أو هل هي زلة تيسان أم ماذا حينما يقولون بنظام منطقة جديدة؟ كيف ذلك؟ يعني أنت أتيت على نقطة، أعذرني على التداخل، ولكن كيف يمكن إعادة المستوطنين بهذا الاستهداف والقصف؟ لأن الصواريخ ليس بالضرورة باعتراف إسرائيل نفسها أن تأتي من الحدود يعني، وبالتالي الخطر قائم. يعني التفكيك ما يسمونه البنى التحتية لعمليات هجومية في الجنوب اللبناني، خاصة إنهم كانوا يقولون أن حزب الله كان يحضر لتسلل عبر الحدود كما فعلت حماس. وثانيا هي هل يعني تصدق هذه النظرية؟ لأن الحزب ومن ورائه إيران ظل هو الحكيم ولا يريد تصعيد يعني في كل هذه الفترات، فهل يتوقع أنه كان يخبئ هكذا عملية وخطة يعلم مآلاتها ونتائجها؟ ربما كان يحضر لها، ولكن بالتأكيد لا الظروف ولا التوقيت كانوا اختاروه في هذه اللحظة. لا يقوم لا إيران بأسباب اقتصادية معروفة وأهداف استراتيجية، اليوم الحرب لا تناسبها، وحزب الله والبيئة اللبنانية أيضا غارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ليس هذا هو التوقيت المناسب لخوض حرب. ولكن ما نراه على أرض الواقع بالعودة لطريقة تحقيق الأهداف هي تطبيق عقيدة الضاحية كما طبقت عام 2006 وأطلق عليها، أي تسطيح الأبنية وخلق كم هائل من الدمار يشكل بحد ذاته الردع المطلوب، بحيث الطرف الآخر لا يتجرأ قبل فترة طويلة إلى إعادة الكرة. لكنه استيقظ من ذلك الرماد وعاد أقوى، ليس كذلك يعني دكتور سامي؟ بعد عقود نعم. يعني هذه هي هذا ما نراه على أرض الواقع. نعم. خيارات الداخل اللبناني، وهل بالفعل نتنياهو أحسن الاختيار من حيث هذا الوضع السياسي والدولة التي لا تملك قرارها ولا تملك رئيس حتى إلى حكومة تصريف أعمال؟ يعني هو في عملية هروب إلى الأمام حقا، يعني من جهة لأسباب داخلية سياسية. أما على المستوى التكتيكي لا شك أنه يستفيد من ما يسمى هذه الفترة القاتلة، يعني قبل الانتخابات الأمريكية يديه، يعني هو محرر من أي ضغط أمريكي حقيقي، لذلك هو مستمر في هذه العملية العسكرية إلى أقصى حدود، لأن ليس هناك من رادع لا على المستوى الدولي ولا على مستوى الشريك الأمريكي، وهو الطرف الأهم في هذا الموضوع. نعم. يعني هل بالفعل من المتوقع ضغط أمريكي أو رفض، أم هذا لعب أدوار وأن واشنطن نفسها أوكلت إلى نتنياهو أن يقوم بما تريد أن تقوم به وتدعمه من البعد كما تفعل إيران الآن مع 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 فصائلها؟ لأن يعني القادة الذين تم استهدافهم مطلوبون وهنالك أموال طائلة مخصصة لمن يدل على موقعهم، وبالتالي هذا متفق عليه، فقط هذه المرة إسرائيلية من تقوم بالدور إنابة عن واشنطن. يعني إذا ما استعرضنا تاريخ العلاقة بين نتنياهو تحديدا وأركان الحزب الديمقراطي، أكان أوباما أو كان بايدن، هي علاقة حقا متشنجة، وبالتالي لا أعتقد أن هنالك يعني صفقة مخفية، ولكن هنالك مصالح أمريكية. المصالح الأمريكية لا تريد، يعني لا تقضي بحرب في المنطقة تضاف إلى الصراع القائم مع الصين وإلى حرب أوكرانيا، هذا جهة. ولكنها أيضا المصالح الأمريكية لا تسمح بانتصارات لإيران، لأن هذا سوف يطيح بموازين القوى في منطقة الشرق الأوسط.
أم يعني ولذلك هم يعني بين حدين، حد احتواء نتنياهو ومحاولة ثنيه عن اللجوء المفرط إلى القوة، ومن ناحية ثانية احتواء التوسع الإيراني، أكان في المجال النووي أو في المجال الاستراتيجي. يعني بالمقاربة والمقارنة بما جرى مع غزة، رغم المواقف المتحيزة والمساندة من واشنطن لتل أبيب، لكنها كانت بين الفينة والأخرى تطلق تحذيرات، تطلب عدم استهداف المشافي، عدم استهداف فرق الإنقاذ، تحتج على سقوط المدنيين. هذه المرة في المشهد اللبناني هي صامتة تماما ومنشغلة، منشغلة بالترتيب والتنسيق لنوع الرد الإسرائيلي على إيران أكثر مما يجري. والخوف أن يكون هنالك رهان، أن يكون إطلاق يده في الساحة اللبنانية بديل عن احتوائه أو فرملة اندفاعته باتجاه إيران. وقد يكون الأمر مثل عام 2006، يعني يعطى فترة زمنية معينة يليها إن لم يحقق أهدافه ضغط لإيقاف هذا الحرب. تماما حصل هذا الأمر عام 2006 حينما حظي إيهود أولمرت بدعم أمريكي لفترة شهر، بعد ذلك أصبحت الكلفة عالية وضغط المجتمع الدولي باتجاه إيقاف هذه الحرب. نعم، وبالتالي من للبنان؟ يعني باريس تبدو ممتعضة ومتضايقة ومتذمرة بحسب تصريحات رئيس ماكرون من واشنطن ودعمها وإطلاق سراح إطلاق الدعم عبر الأسلحة كما قال ماكرون، من يريد أن يعني يوقف إطلاقا عليه أن يوقف، أم على لبنان أن يحك جلده بظفره ويعمل على اختراق داخلي؟ يعني أكثر من طرف دولي اليوم ممتعد من استراتيجية نتنياهو التي تعتمد على القوة، الإفراط في استعمال القوة وعدم وضوح أو تغييب بشكل كامل الحلول السياسية، فهي أيضا تعاني من ضغوط في الداخل، خاصة حينما يعني تنقل شاشات التلفزة هذا الكم من الدمار والكم من استهداف المدنيين. وبالتالي هذه الحكومات حتى لو كانت متحالفة تاريخيا مع إسرائيل، ولكنها أيضا تريد احتواء رأي عام في داخلها. يعني رأينا الآن القسام، وهذا ما كنا نتحدث عنه أو ابتدرنا به الحوار، تتحدث عن إطلاق رشقة الصواريخ على جنوب إسرائيل. مسألة المساندة والإشغال هذه المرة من مفارقات التاريخ، مساندة للبنان وما يشهده وإشغال لإسرائيل عما تقوم بتنفيذه في لبنان، هل تنجح تلمس أنها مؤثرة يمكن أن تجعل تل أبيب تعيد التفكير فيما تقوم به في لبنان؟ أعتقد لا، أنا لا أعتقد ذلك، لأن هذا يعني يعطي المبرر لإسرائيل للاستمرار بالسياسة تطبيق عقيدة الضاحية. وأيضا يعني الملفت أن المجتمع الإسرائيلي الذي كان منقسما حول عملية السلام وعملية أو ضرورة إعطاء حقوق للفلسطينيين أصبح بشكل كامل أو شبه كامل داعم لهذه المقاربة الراديكالية التي تقوم استعمال العنف. هذه هي المفارقة الكبيرة، أي أن المجتمع الإسرائيلي بكامله انزلق نحو اليمين واليمين المتطرف، وهم يعني خذ مثلا حرب لبنان تلقى بدعم كبير لدى الجمهور الإسرائيلي، حتى في موضوع غزة إذا استثنينا مسألة الرهائن هنالك يعني أيضا دعم لضرورة استعمال القوة العسكرية لإيقاف هذا النوع من يعني من التصرف
الفلسطيني لجهة إرسال الصواريخ. المقاربة التي كانت سائدة في التسعينات، يعني إما مقاومة فلسطينية مدنية الانتفاضة الأولى وكل النضال السياسي التي تلاه والتي قاده ياسر عرفات لم يعد موجودا. اليوم موجود ما يقوم به حماس، ما يقوم به إيران، حزب الله، وخلفهم إيران. نعم. وبالتالي هذا يعني ما يثير إنجاز التعبير. نعم. مقاربة راديكالية مدعومة من قبل الغرب أيضا. نعم، من بيروت دكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية، أشكر لك حضورك وكل ما تفضلت به من قراءات. نتابع هذه الأخبار العاجلة هذه المرة من قطاع غزة، حيث يشير مراسل الحدث إلى قصف عنيف على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكان قد تحدث أيضا عن توغل للدبابات الإسرائيلية في جنوب رفح. نشاهد طبعا، كنا قبل قليل هذه الصور لتصدي القبة الحديدية لرشقة الصواريخ التي قالت كتائب القسام أنها قامت بإطلاقها. في سياق متصل وخلال زيارة للجنود على الحدود اللبنانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جنود الجيش يقومون بتفكيك البنى التحتية لحزب الله اللبناني، كما تعهد نتنياهو بهزيمة حزب الله وتحقيق النصر. أنا هنا مع جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية، على بعد أمتار قليلة من هنا يقوم رفاقهم عبر الحدود بتفكيك البنية التحتية الإرهابية التي أعدها حزب الله لمهاجمة مستوطناتنا. تعرضنا لضربة مروعة قبل عام، لكننا غيرنا الواقع تماما في الأشهر الاثني عشر الماضية. العالم كله مندهش من الضربات التي توجهونها لأعدائنا. أحييكم وأقول لكم أنتم جيل النصر، معا سنقاتل ومعا سننتصر. فيما أكدت مصادر الحدث أن الجيش الإسرائيلي قتل 6 عناصر من حزب الله كانوا ضمن مجموعة حاولت التسلل إلى مستوطنة دوفيف شمالي إسرائيل. المصادر ذاتها قالت إن باقي أفراد الخلية تمكنوا من الفرار والعودة إلى الأراضي اللبنانية. من جهتها تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إحباط عملية تسلل لعناصر من حزب الله عبر أحد الأنفاق إلى مستوطنة دوفيف. قال محمود قماطي المسؤول في حزب الله إن إسرائيل لا تسمح بالمضي قدما في البحث عن القيادي هاشم صفي الدين، وذلك في وقت يبقى فيه مصير المرشح الأكبر لخلافة نصر الله على رأس الحزب مجهولة. وأضاف المسؤول بحزب الله أن الحزب يدار بشكل مشترك داخلية، مشيرا إلى أن اختيار أمين عام جديد سيستغرق بعض الوقت. في أول عرض تم تقديمه لحزب الله قبل عامين، بدأ النوع الجديد من أجهزة النداء أبولو مناسباً تماماً لاحتياجات الحزب. جهاز قوي، بطاريته قد تعمل لأشهر دون شحن، ومصمم لتحمل ظروف ساحة المعركة. وبالفعل أعجب قادة حزب الله بهذا الجهاز إلى الحد الذي جعلهم يشترون 5000 قطعة منه ويوزعونها على المقاتلين، ولم يشك أي منهم في أن بين أيديهم وفي جيوبهم قنابل إسرائيلية. ورد هذا في تحقيق جديد نشرته واشنطن بوست عن واحدة من أكبر عمليات الاختراق في التاريخ المعاصر. وفق صحيفة واشنطن بوست، بينما كان حزب الله يطور شبكات إلكترونية مقاومة للاختراق، ولدت في إسرائيل فكرة ابتكار حصان طروادة للاتصالات شملت تصميم أجهزة اتصال تبدو مثالية لمهام الحزب. صممها الموساد بنفسه وجمعها في تل أبيب. ومن ميزات هذه الأجهزة بطارية تخفي كمية ضئيلة من المتفجرات القوية. بدأت المرحلة الأولى من الخطة الإسرائيلية منذ نحو 9 سنوات، حين تسللت أجهزة الاتصال اللاسلكية المفخخة إلى لبنان بواسطة الموساد، وكانت تحوي نظام إرسال يمنح إسرائيل إمكانية تعقب اتصالات حزب الله بشكل كامل.
الإسرائيليون اكتفوا على مدار 9 سنوات بالتنصت على حزب الله مع الاحتفاظ بخيار تحويل الأجهزة اللاسلكية إلى قنابل في أي وقت، وانتهى الأمر بحزب الله بدفع أموال غير مباشرة للإسرائيليين مقابل القنابل الصغيرة. الجزء الثاني من الخطة كان ترويج أجهزة اتصال أصغر حجماً وبيعها عبر دولة ثالثة، فإسرائيل كانت على دراية بأن الحزب لن يشتري من أمريكا أو أي حليف لها. وفي عام 2023 بدأ حزب الله طلب كميات كبيرة من أجهزة أبولو التايوانية فيما لم تكن الشركة التايوانية على علم بالخطة، وتبقى مسألة طريقة وصول تلك الأجهزة لحزب الله عبر الوسطاء سراً غامضاً آخر. في سياق غير بعيد قال مسؤولان أمنيان إيرانيان لرويترز إن الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني فقد منذ الضربات على بيروت الأسبوع الماضي، وكان قاآني قد سافر إلى لبنان بعد مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية. كما أكد مصدر إيراني لإيران إنترناشونال أن عائلة إسماعيل قاآني ليست على علم بحالته أيضا. هذا وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس غليرلو: اللواء قاآني في صحة تامة ولا يجوز الاستماع إلى الإشاعات، لافتا إلى أن الحديث عنه يدخل ضمن استراتيجيات العدو لإحباط ما يسمى محور المقاومة على حد تعبيره. الشائعات كثيرة في هذه الأيام ولا ينبغي الاهتمام بها، لأن من استراتيجيات العدو بث الإحباط في محور المقاومة وعقول الجمهور الداعم له، وتظهر هذه الأمور في الغالب من خلال الحرب الإلكترونية والإعلامية. والحمد لله هو بصحة جيدة، ونأمل أن يقوم الحرس الثوري والأصدقاء الأعزاء بإصدار بيان لتهدئة المخاوف. بهذه الصورة كان آخر ظهور لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في بيروت، معزيا باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. بعدها اختفى قاآني عن الأنظار بشكل كلي، ما أثار التساؤلات حول مكانه وسبب غيابه في هذه اللحظة الحرجة بالتحديد. فرضيات حول مصير قاآني تداولتها وسائل إعلام ومصادر إيرانية: عملية اغتيال تعرض لها مع عدد من القادة في بيروت، وربما هذا أفضل السيناريوهات لطهران. فالسيناريو الآخر يحمله المسؤولية عن الاختراقات الإسرائيلية التي تعرض لها حزب الله مؤخراً، وأنه أو أحد أعوانه متورط في التجسس لجهة خارجية. أما الفرضية الثالثة فهي الاعتقال على خلفية التحقيق. من المثير للجدل عدم وجود تعليق رسمي إيراني بخصوص قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري. إذا كان بخير فإن أفضل طريقة لتأكيد سلامته هي نشر فيديو له في وسائل الإعلام، يبدو أن هناك تكتماً واضحاً. القناة الإيرانية الثالثة نفت فرضية مقتل قائد فيلق القدس في لبنان، لكنها لم تبرر سبب اختفائه. أما بالنسبة لفرضيتي التجسس والتحقيق فيبقى باب التكهنات مفتوحاً على مصراعيه، لا سيما أن طهران كانت قد أعدمت النائب الأسبق لوزير الدفاع الإيراني علي رضا أكبري عام 2023 بتهمة التخابر مع جهة أجنبية، إضافة لتفكيك عدد من شبكات التجسس في مواقع ومناصب مختلفة. يذكر أن حزب الله وإيران ما زالا يحققان في سلسلة الاختراقات التي تعرض لها الحزب وأدت إلى عدد كبير من الاغتيالات. لنقاش حول هذا الموضوع من القاهرة ينضم إلي الدكتور أحمد لاشين، أستاذ العلاقات الإيرانية في جامعة عين شمس. مرحبا بك دكتور، صباح الخير. هل بالفعل اختفاء قاآني فيه شيء من حتى، وما الذي يعي طهران عن إظهار الرجل؟ اختفاء حتى عائلته كما قالت يعني إيران انترناشونال لا تعلم بحالته، وبالتالي ترجح تخابر أم استهدف بالفعل، أم أنه عسكري يقوم بمهمة سرية في مكان ما؟
في البداية يعني صباح الخير لحضرتك وتحياتي. اختفاء قاآني بيصيب العديد من التساؤلات التي قد تحرج النظام في أي سيناريو من السيناريوهات المطروحة. بمعنى إن كان قد تم اغتيال قاآني كما يشاع أنه تم اغتياله أثناء عملية يعني محاولة تتبع هاشم صفي الدين، أو أنه تم اغتياله بشكل منفرد، لكن من الصعب جدا على النظام الإيراني أن يعرض الآن أو يعترف الآن. نموذج نيلو فرشان أيضا تأخرت إيران يعني، وقيل وقتها مع حسن نصر الله لأنه لكن لم تتأخر بنفس النسبة. نعم، ولم يكن إمكانية التأكد والوصول لم تتأخر بنفس الوقت استهدف. نعم، هل هذا يمكن أن يكون نفس السيناريو؟ بالضبط نفس قد يكون من ضمن السيناريوهات المطروحة، لأن نحن نتحدث الآن عن قائد فيلق القدس ومن تلا يعني قاسم سليماني، وبالتالي فكرة أن يكون قد تم اغتيال إسماعيل قاآني فكرة قد تحرج النظام بشكل كبير جدا، وبالتالي خاصة في الظرف التاريخي الذي نحن فيه الآن في حالة استهداف حزب الله بشكل قوي من إسرائيل وخصابة إيران للعديد من القيادات داخل حزب الله. ففي كل الأحوال عدم الإعلان، لكن هنا إن كان الاستهداف ومسألة الأحوال طال الزمن أو قصر سيعرف الناس يعني، وبالتالي هل فقط الإحراج يمنع طهران الإعلان عن ذلك إن كان قد حدث بالفعل؟ توقيت التوقيت يعني توقيت الإعلان الآن في هذه اللحظة تحديدا في الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل قيادات حزب الله داخل بيروت وداخل جنوب لبنان قد يعطي أو يعكس الصورة التي تحاول إيران أن تقدمها للحاضنة الشعبية سواء في الداخل اللبناني أو العربي بشكل عام أو حتى الداخل الإيراني، لأن هذه ستكون ثاني عملية اغتيال لقائد فيلق القدس، واغتيال فيلق القدس من الفيلق المهمة جدا داخل الحرس السوي. نعم. ويلي قاسم سليماني بكل ما يحمله من تاريخ أو كاريزما ذاتية داخل المجتمع الإيراني نفسه. وبالتالي ماذا عن إسرائيل هنا؟ ألا تعلم إن كان بالفعل الرجل قد استهدف؟ لأنه في 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 النموذج أو في حالة نيلو فرشان كانت قد أشارت دون أن تسمي إلى أنه نصر الله وقادة من الصف الأول وقائد في الحرس الثوري. هذه المرة لم تشير إسرائيل من بعيد ولا قريب عن كانت لا تعلم يعني؟ هذا ما يدخلنا إلى السيناريو الثاني، يعني هذا ما قد يدخلنا إلى السيناريو الثاني الخاص بتورط إسماعيل قاآني بشكل من الأشكال، رغم أني أستبعد ذلك عن شخص إسماعيل قاآني نفسه لأنه شديد الولاء للمؤسسة مؤسسة الحرس السوي ولمؤسسة الولاية بشكل عام، لكن قد يكون تورط بشكل أو يعني مع اختلاف المنصب، ولكن هذا لم يكن استثناء لبعض العناصر في السابق. بعض القادة المهمين ونائب وزير الدفاع وشخصيات كبيرة قالت طهران وحكمتهم ربما وصفت بعضهم بتهمة الاختراق والولاء والجاسوسية للموساد، أم أن قد لا تصل المسألة لقائد الحرس السوي. الحرس السوي تحديدا بتكويناته القيادية صعب جدا أن يتم اختراقه استخباراتيا، لأنه منتقى بعناية شديدة جدا في الداخل الإيراني. يعني قد يكون الجيش أو القوات المسلحة لها بعض الهنات فيما يتعلق بالاستخبارات أو غيرها أو عمليات تجسس، لكن الحرس السوي ولاؤه التام ومنفعته الدائمة بولاؤه للمرشد ولاؤه للدولة. ليس مستبعد طبعا في كل الأحوال أن يكون هناك تم اختراق، لأن إيران مخترقة أمنيا منذ فترة طويلة وليست الآن. يعني تكفي ماذا عن قدرة الموساد في مسألة الاستقطاب؟ تعلم ترغيبا أو ترهيبا، وتعلم الأساليب المعروفة، هل يمكن الرجل قد تعرض لهكذا نوع من الضغوطات؟ نحن نتحدث في إطار الافتراض والسيناريوهات المطروحة يعني. من المحتمل أن يكون قد تعرض أحد المقربين منه إلى أزمة شبه ذلك، أو تم استقطابه بشكل أو بآخر، ومن المحتمل أن يكون تم تسريب معلومات من شخصية بارزة وخطيرة زي إسماعيل قاآني إلى أحد المقربين منه ومنه إلى الموساد، لأن في أغلب الأحوال العمليات الاستخباراتية لا تتم بشكل قوي جدا مع القادة الكبار.
الطرف، ولكن قد تتم مع من يتبعهم أو قد تتم مع من يواليهم أو المقربين منه. لكن بالابتزاز هذا ممكن، هم يكونوا أقرب أمنيا واستخباراتيا. بالابتزاز هذا ممكن في إيه يا فندم؟ بالضغط وليس بالإغراء. بالابتزاز واقع، واقع وممكن، ممكن يكون واقع وموجود. وإن صح السيناريو الثالث أن قاآني تحت التحقيق في إيران، فيعني من المستبعد أن يتم الإعلان عن ذلك مطلقا خلال الفترة القادمة على الأقل. يعني لابد أن نتجاوز الأزمة الحالية ثم يتم الإعلان عن ذلك. إن هذه مش لن تكون إحراج، لكنها فضيحة كاملة للنظام الإيراني أن يكون أحد عناصره البارزين قد تورط في عملية استخباراتية لصالح العدو الأول لإيران وهو إسرائيل. وبالتالي من المستبعد حتى إن كان قاآني قد تورط في أمر كهذا أن يتم الإعلان عنه الآن، ويعني قد يتم تصفيته بشكل أو بآخر دون الإعلان حتى عن ذاته، ومع تصديب إعلامي بحكاية إعلامية تصلح للتداول الشعبي. لكن إن تم فعلا اختراق إسماعيل قاآني استخباراتيا، فمن المستحيل أن يعلن النظام الإيراني ذلك على الأقل خلال الأشهر القادمة إلى أن تنتهي الأزمة داخل إيران أو ما بين إسرائيل وإيران في أزمة بيروت وحزب الله على الأقل. أو قد يختار الطريق السهل، يربط استهداف حسن نصر الله به يعني، ويقفل الملف إلى غير رجعة. بالضبط. ماذا عن أن الرجل ربما في، بعيدا عن كل ذلك، في مهمة رسمية ولا تريد طهران أن تفصح مكانه، ولكن هل على العائلة نفسها يعني يمكن أن يخفى هكذا أمر كخيار مطروح أيضا؟ ممكن جدا عن العائلة. عائلة يعني، خلينا نطرح السؤال بشكل يعني مختلف أكتر. إيران دولة مخترقة أمنيا منذ فترة طويلة، وإيران يعني حاولت أن تجمل صورتها الاستخباراتية والأمنية خلال الأشهر السابقة، خاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران. إيران لديها أزمات في الأجهزة الاستخباراتية الخاصة بها، وأصبح هذا معلن داخل السياق الإيراني بشكل قوي على فكرة. يعني أصبح الأمر يناقش في الداخل على صفحات الجرائد وعلى التلفزيون وغيره والمواقع الإلكترونية، أن الأمر في المؤسسة الاستخباراتية أصبح مشوب بكثير من الخلل. وهناك دعوة قوية جدا وأحيانا بتتم الآن إعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية داخل إيران بشكل أو بآخر، لأننا ما عندناش جهاز استخباراتي واحد. إحنا يعني لكل مؤسسة جهازها الاستخباراتي الخاص بها. مؤسسة الولاية وحدها لديها ما يزيد عن 3 أجهزة مستقلة بتتبع الولاية، بعيدا حتى عن الحرس السوي أو الاستخبارات الرسمية أو حتى القوات المسلحة. فمن يعني كل هذه الأجهزة بيحصل بينها أحيانا بعض التعاوضات والتشتت في اتخاذ القرار أو توصيل المعلومات. نعم. فقد يكون هناك أزمة أمنية وهي واضحة للعيان في أكثر من مشهد داخل السياق الإيراني. فكرة أن إسماعيل قاآني قد يكون في عملية ما ويعني يتم التكتم عن أمره حتى لعائلته المقربة كما أعلنت إيران إنترناشونال، لكن يعني من الوارد أن يتم ذلك. يعني تغريدة من الرجل كانت، لا أعتقد كان يمكن أن تحل الموضوع. يعني هناك خيارات أخرى لكي يؤكد الرجل حتى بدون أن يفصح أخرى أنه على قيد يعني الحياة يعني، أو مقطع بالزبط فيديو بالزبط من مكان مموه حتى بالزبط. يعني هنا أسأل، هل هذا الأمر الآن وهذا إن صح يعني هذا الاختراق الكبير بسبب هشاشة الوضع إيرانيا وتوسع سوريا اليمن مع الفصائل العراق، وبالتالي بيسهل الاختراق أم لا؟ الوضع الهش، الوضع الاقتصادي، البعض يقول أن الرواتب ضعيفة، هل هو الإغراء أم هو الابتزاز؟ خلينا يعني ننظمها في نقط محددة. مبدئيا القوة الإيرانية موزعة على فصائل المقاومة بشكل عام. نعم.
وكل فصيل من فصائل طبعا مهم. اعذرني ان اشير الى ان هذا نظام شمولي مبني على العقيده والولاء، وهنا بالزبط. تصعب مساله الاختراق والاستقطاب بالزبط. الاستخبارات. اكمل فكرتك. نعم هكمل حضرتك وهجاوب على الجمله اللي حضرتك قلتها. مبدئيا فاحنا عندنا قوة موزعه على اكثر من جبهه، يعني مبدئيا كل فصيل من هذه الفصائل السياسيه لديه قوة عسكريه ولديه جهاز استخباراتي ولديه تسليح ولديه حاضنه شعبيه ولديه يعني مقدرات اقتصاديه ترسل لها ايران طول الوقت. وبالتالي يعني قوة إيران العسكرية والاستخباراتية موزعة بشكل قوي جدا على مختلف الفصائل، سواء بقى بنتكلم عن حزب الله أو بنتكلم عن الحشد الشعبي أو الحوثيين أو غيرهم. وبالتالي يعني وخاصة في بعد طوفان الأقصى. ليه؟ لأن في هذه المرحلة بالذات إيران بدأت تعيد التنسيق ما بين محور المقاومة بشكل عام، وتحاول أن تقدمه بطريقة مختلفة، وتحاول أن تطبق مبدأ وحدة الساحات بشكل قوي جدا، وظلت يعني متمكنة من ذلك نسبيا إلى اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله. وبالتالي في جزء طبعا من عدم القدرة على السياق الاستخباراتي الجيد ناتج عن حالة التشتت الأمني الذي تعاني منه إيران بتوزيع قدرتها الأمنية في أكثر من اتجاه. طيب كمان الجانب الاقتصادي زي ما حضرتك ذكرت بشكل واضح جدا، احنا بنتكلم مثلا على ان الدولار الآن داخل إيران تجاوز 63,000 طومان، رواتب منخفضة، معدلات التضخم تجاوزت 48% تصل إلى 49%، المساحة الاقتصادية داخل المجتمع الإيراني صعبة للغاية، في حالة مهترئة اقتصاديا داخل إيران، في شعب عنده قدر ما من عدم الرضا عن إدارة الدولة بشكل أو بآخر. نعم. وده ظاهر في أكثر من سياق. فكل هذه الملامح سواء الاقتصادية أو توزيع القدرات على يعني فصائل المقاومة بشكل عام، نعم. قد يكون السبب فعلا في ضعف المستخبارات الأمنية في إيران. بالإضافة أن إيران في الفترة الأخيرة حاولت أن تعيد صياغة الهيكلة العسكرية، يعني من بعد تحديدا الضربات التي تبادلتها مع إسرائيل في شهر 5 الماضي، إيران أعادت كثير من هيكلتها العسكرية في الداخل. يعني حاولت أن خاصة في منظومة الدفاع الجوي تحديدا، نعم. عملت أكثر من مناورة عسكرية مشتركة ما بين الحرس الثوري والجيش، عملت أكثر من تجديد داخل المنظومات الدفاع الجوي الصاروخية، وأظن ده كان واضح في ضربة الوعد الصادق 2، نعم. بنوعية مختلفة من الصواريخ. ده كمان بيؤثر بشكل سلبي جدا على الأعمال الاستخباراتية بشكل عام وعلى الحياة داخل المجتمع، نعم. لأن كل ما زادت دولة ما في زيادة في التسليح، مما يؤدي في النهاية إلى ضعف في بعض الجبهات الأخرى. الفكرة اللي حضرتك ذكرتها كانت مهمة جدا، أنه هو نظام يعتمد على الشمولية والولاء وغيرها. حقيقي أن هذه الأشكال من الأنظمة التي تعتمد أكثر على فكرة الشمولية والجانب المذهبي أو الجانب الديني أو فكرة الولاء أو غيرها، هي بتعتبر أنظمة أكثر ضعفا من الأنظمة التي تعتمد أكثر على فكرة الاختيار أو الديمقراطية، لأن هذا النظام بشكل أو بآخر يعني زي ما بيعتمد على الولاء بيعتمد أيضا في جانب منه آخر على فكرة إقصاء كل من هو ضد وإقصاء كل من هو يعارض وإبعاد أي طرف قد يشك لحظة واحدة في ولائه، وهذه تعتبر أزمة حقيقية البقاء لأهل الثقة وليس لأهل الخبرة أو الدراية. بالضبط. بالضبط. نعم. وهذا ما حاولت إيران استدراكه مؤخرا. نعم. ونزفت إيران كثيرا في قياداتها تحديدا في الحرس الثوري في الفترة الأخيرة، وربما هذا أبعد من هم أهل للثقة. بالزبط. من القاهرة الدكتور أحمد لاشين، أستاذ العلاقات الإيرانية في جامعة عين شمس، أشكر لك حضورك وكل ما تفضلت به من قراءات. تغطيتنا مستمرة بالرصد والمتابعة والنقاش لكل تطورات المشهد، إن كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة أو في إسرائيل، والرد المرتقب منها على إيران. ميس الحربي بعد قليل
تستكمل معكم هذه التغطية. تحياتي لكم سعد الدين حسن، إلى اللقاء.